بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتنا المستبقين، السلام عليكم. استناو اطلعوا معنا شوية. استناو اطلعوا معنا شوية، شوفوا لي كومنتار، شوفوا الصوت والصورة. نستناو شوية طلعوا خاوتنا. بسم الله، على الله توكلنا. نبداو طلعوا خاوتنا، خاوتنا المستبقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا لنا الصوت والصورة. رجواني هشام خويا، شوف لي الصوت، شوف لي الصورة خويا، يلا رانا بيا. نستناو يطلعوا شويه خوتنا معنا. صح فطوركم، صح رمضانكم، رمضان مقبول ان شاء الله على الجميع. خروبي محمد، مرحبا بك خويا خروبي، صح فطورك انت زادا. شوف لي، شوف لنا الصوت برك والصوره الى صفا باش نبداو ان شاء الله. خويا هشام شوف لي الصوت. خويا خربي شوف لي الصوت، اكد لي، اكد لي على الصوت. اسد الجبل، ازول مع زول مونفرير، خربي 100%. مرحبا بكم، السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه ازكى الصلاه والتسليم. خوتنا المستبقين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صح رمضانكم، وصح فطوركم، وصح سحوركم. منا لا لا كي نكملوا اللايف ان شاء الله. خوتنا المستبقين زيدوا طلعوا شويه معنا باش نبداو على بركه الله. مرحبا بالجميع. اسد الجبل 10 على 10 بارك الله فيك. اسد الجبل تحياتي ليك، صح فطورك خويا، مرحبا. خوتنا زيدوا طلعوا شويه، جاب لي ربي دوكا نورمالمون الصلاه خلاص، رانا حنا هنا خرجنا من التراويح. نشوف خوتنا برك الى راهم. عزوز خويا عزوز، مرحبا بك خويا عزوز استبقى. اسمح لي المكالمه، عيط لي البارح وقيله حبيت طلع معايا شويه كذا، طلع ما كاش مشكل باش شوف علاش عيطت لي ولا كاش ما سحقيت. خويا عزوز اسمح لي، كان برك التليفون عنده لي ديكونيكتي، ومن بعد كي دخلت انا صبتك بلي عيطت لي. خويا عزوز، عزوز الاستبقاء. المهم زيدوا طلعوا معنا خوتنا. هشام رجواني، عظم الله اجركم خويا، بركه فيكم خويا هشام، بيسك لا لا ما عزيناكمش. الله يرحم الوالده، ربي يغفر لها في اليوم العواشر هذه ان شاء الله من الجنه ان شاء الله. سمحنا ما اتصلناش بك، لا غالب على كل حال انا كتبت منشور على التعزيه في المنظمه. المهم ليسونسيال ربي يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله. بركه فيكم ان شاء الله. عليكم السلام خويا زهير شريفي، صح فطورك، صح فطور الناس كامل. عزوز استبقاء مرحبا بك. بارك الله فيك خويا هشام، سمحنا برك ما جيناش، لا غالب الوقت ما سمحناش، الله يرحمه ويوسع عليها. المهم خوتنا، معكم عمر بومرداس في لايف خفيف ظريف ان شاء الله. نطرقوا لبعض النقاط، اللي عنده استفسار عنده اضافه يزيدها، سينو على بركه الله ان شاء الله ندخلوا في المفيد. نستناو يطلعوا شويه خوتنا باش يلحقوا اللايف. بوكر ناصر مرحبا بك. زيدوا طلعوا معنا شويه باش نبداو ان شاء الله، ما باش ما يكونش لايف بيسكون سي جامي. الابواق راهي السينيال غير واحد تاع المنظمه يطلع اللايف يبداو يسينيالي وفيه ما لبناش واش درنا لهم. قال لك نحفروا قبر يما هو ربنا بالفساد. هي حنا المنظمه الوطنيه هدرناها وقلناها ونعاودوها. المنظمه الوطنيه الصدق والمصداقيه، حبه من حبه وكارهه من كارهه. بالرجالها الاوفياء بدا بخونا كمال بوزكزا اللي نسلموا عليه ونقولوا له صح رمضانك وصح فطورك
وفي ميزان حسنات العمل اللي خدمته ومازال تضحي علينا في ميزان حسنات ان شاء الله. نزيدو نفسرو شويه على كمال بوزكزا اللي راه معنا ومازال قايم بالقضيه ومازال واقف على القضيه. واحد ما يشك في النضال تاعو ولا الابواق لا تقول كمال راه سليم، راه كما يقولوا راه لاباس به والحمد لله. المهم خوتنا زيدوا طلعوا شويه معنا البارطاج خوتنا. بيان سور عزوز استبقى الحمد لله. عيط لي يا خويا عزوز ما رفدتش عليك، اسمح لي على كل حال. حبيت دير لي ثم كتب لي كومونتير على كل حال كاش ما الاخر. الا سقسيت عليا برك يسقسي عليك الخير ان شاء الله. مرحبا بالناس كامل. الاستمرارية خويا أسد الجبال، الاستمرارية. حنا النضال هذا النهار بديناه، عطينا عهد الأرامل والأيتام وما نحبسوش وما حبسناش. المنظمة الوطنية نهار ما حبس تاع النضال، والنضال متواصل والنضال إن شاء الله يكمل حتى آخر، حتى تسوية آخر مستبقي إن شاء الله. وران إلا رانا واقفين اليوم ولا رانا واقفين، كاين الناس راهم ضعفاء وكاين الناس والله العظيم القوم مش ساكن. بارك الله فيك خويا، يرحم والديك خويا عزوز، سقسيت عليه سقسي عليك الخير ان شاء الله. المهم كاين الناس والله ما لحقوا المعيشه، حتى قفت رمضان ما بالك ما صحت لهمش. هذو مستبقين، انا نهضر على المستبقين ماهيش شريحه المجتمع كامل، شريحه تاعنا برك. حنا كي نهضروا على المستبقين. الوغ اليوم كاين الناس والله ما لحقوا. الا وقفنا اليوم بلي لايف ولا وقفنا على القضيه ولا الاخر، وقفنا على جال الاخر اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وليتم الارامل والقضيه وقضيتنا كاع كامل وقفنا عليها ومازال نوقفوا ومازال نناضلوا ومازال حتى ان شاء الله التسويه باذن الله. التسويه ما تجيش هكذا برك، تجيب رجال وتجيب بالنضال. الحمد لله النضال تاعنا نضال نظيف، الحمد لله الرجال في المنظمة بداها كمال بوزكزا أهبط حتى آخر مستبقي ولا آخر موسق بلدي، رجال كاع شرفاء والرجال الحمد لله من نعمة الرجال اللي عرفنا اللي تعرفنا عليهم الحمد لله. هذه من قضية الاخر الرجال تاع المنظمة، واحد ما يقدر يهدر على المنظمة اليوم برجالها. واللي يحب يقيس واحد من المنظمة كما قلنا مع الاول، او قاس المنظمة باكملها، واحد اللي يهدر على من مستبقي برك تاع اللي راه منخرط كما قال البارح خونا محمد عاشور اللي نوصلوا له السلام، اخر مستبقي اللي معانا ومنخرط معانا وقف معانا، احنا ما نسمحوش فيه اخر قطره من دمنا، نوقفوا معاه ونوقفوا مع الرجال اللي وقفوا على القضيه واللي وقفوا والقضيه تاعنا واللي لحقوا القضيه وين راهي اليوم. النضال تاعنا ما جاش هكذا برك، والقضيه اليوم وين لحقت الحمد لله. من الجزائر 40 مليون جزائري عرف واش معناتها رجال العشريه السوداء، وعرف واش معناتها مستبقين الجمهوريه الحمد لله. بصح ما جاتش هكذا برك، جات بربي سبحانه والرجال اللي لحقوا الاخر القضيه تاعنا الى اعلى هرم السلطه. ما جاتش هكذا برك بالتضحيات، ناس ضحاو، ناس ترموا في الكوميساريات، الناس ترموا في الكيران، الناس ترموا في الاخر في البريكاد. ما جاتش هكذا برك الحمد لله، جات برجال. واليوم الرجال هذو لازم نوقفوا معاهم ولازم ورانا واقفين الحمد لله برجال هذو اللي رانا اليوم نديروا لي لايف بلا خوف وبلا الاخر كما يقولوا. لو كان ما عندناش المصداقيه كما قلت منظمه وطنيه الصدق والمصداقيه، اليوم ما راناش نخرجوا بلي لايف. لو كان ما جيناش نضاف للدوله الجزائريه وجينا نضاف للاخر القضيه تاعنا وجينا على حق، اليوم ما نقدروش نديروا لي لايف ونوروا وجوهنا هكذايا. حنا اللي ما في كرشو تبن ما يخاف من النار، هذه هي اللي ما في كرشو تبن ما يخاف من النار. حنا الحمد لله كروشنا ماشي معمرين بالتبن باش نخافوا من النار. اليوم حنا القضيه عندنا قضيه
وما أدراك ما قضية وتحبس هنا. خاطينا السياسة، خاطينا العصابة، خاطينا الأخرى الأحزاب، خاطينا. احنا عندنا قضية اسمها قضية سيد أحمد، بارك الله فيك خويا سيد أحمد، عندنا قضية اسمها التسوية، ملف المستبقين الجمهورية. هذا هو احنا الشعار تاعنا الصدق والمصداقية، والشعار الثاني هو التسوية، التسوية والتسوية. اعطونا التسوية تاع الملف تاعنا اللي نتمناو كما يقولوا لي زوتوريتي، نتمناو المسؤولين على القضية تاعنا في العواشر هذه يشوفوا فينا، يشوفوا في الاخر كما يقولوا في الارامل والايتام اللي ما صحت لهمش حتى قفة رمضان. صبر يحيى، مرحبا بك خويا صحف تركي يحيى صبر. المهم شويه اذا نعاودوا نقراو لي كومونتير اللي يحب يطلع ولا اللي يحب يزيد عفسه. المهم حنا دوك نهضروا على الاخر، على القضيه تاعنا. المهم قضيه يا خاو اليوم الى لحقت الدرجه هذه، لحقت اعلى هرم السلطه، ما كاش اللي ما سمعش بينا والحمد لله. لي فوتو كاين، لي فيديو كاين، الاخر الناطق الرسمي كمال بوزكزا اللي مازالوا كاين، الناس اللي راهي تهدر وكاين الناس اللي راهم يتكلبوا. الاخر كامل بوزكزا هو الناطق الرسمي للمنظمه الوطنيه لمجندي الاحتياط في اطار التعبئه. اون كراي ان اوتر بوست، سي با دي سي با سين كرياسيونس سي اون اكزيستونس. دارت المنظمه الوطنيه الكامل بوزكزا سي لو بورت بارول اوفيسيال المنظمة الوطنية، داروا رئيس الجمعية اللي نباركوا له اليوم من هذا المنبر خونا داود مويسي، اللي نقولوا له ان شاء الله يكون في القمة ان شاء الله في البوست اللي راه مكلف به. وهذا هو عندنا اليوم داود مويسي هو اللي راه رئيس الجمعية ولا رئيس المنظمة الوطنية لمجندي احتياط في اطار تعبئه نيابه على الاخرى، على الاخرى على المنظمه. وعندنا الناطق الرسمي هو كمال بوزكزا البارح اليوم وغدوه حتى ان شاء الله تجي تسويه. كاين بزاف الابواق اللي راهي تحلفموها واللي راهي يقولوا كمال وكمال كمال راه لاباس به والحمد لله. ما يغلطوكم ما الاخر الابواق هذو. مرحبا بك خويا مهند عاشور، سافطر خويا مهند عاشور. الابواق هذو يعرفوا يكسروا النضال، يعرفوا يقولوا كمال مسعود راه داواه وزهير الشريفي راهم رفدوه وبزده راهم حبسوه. هذه هي باش يكسروا القضيه ويكسروا المعنويات تاعنا. حنا ما عند معنويات تاعنا طالعين، كل واحد كل ما يخرجوا الابواق يبداو يتهيطوا، احنا لهم بالمرصد وثم وين يعطونا القوه للنضال. احنا عندنا النضال نضلو من اجل الحقوق الاخرى لي زوتوريتي الجيريا، وعندنا النضلو لقيس المنظمه. هذا ثاني النضال، هذا ثاني النضال. بس كاين ابواق اللي راهي تكسر، ابواق اللي ما عندهم، هذو ماشي مستبقين وما عندهم حتى الاخرى وما عندهم حتى قضيه. هذو قضيه تاعهم يكسروا المنظمه. لو كان اليوم ما كاش المنظمه ما يخرجني باللايف خويا الزاهي مرحبا بك. لو كان ما كاش المنظمه اليوم وما كاش كمال بوزكزا اللي علم لهم النضال، علم لهم القضيه، ورا لهم القضيه، والله اليوم ما اكزيستي وما يعرفوا يديروا لايف مابا، والله ما يعرفوا يديروا لايف، ما يعرفوا يديروا الاخر، ما يعرفوا يدخلوا في لاباج ولا يحلوا اون باج سبيسيال لهذا الاخر. اليوم سي نورمال، علمناهم الصلاه وسبقونا الحصيره، هذه هي علمناهم الصلاه وسبقونا الحصيره. بصح معليش لو كان جات الحصيره هذه تعمروها الاخر كما تصلوا، كما يقولوا تصلوا صلوا جيست، معليش لو كان اليوم نشقيتوا ودرتوا النضال ونظلتوا على الاخر، نظلتوا على القضيه ولا مرحبا بكم. معليش لو كان زدتوا ان بوس، زدتوا ان كود بوس بالنضال ولا غير مرحبا بكم، ولا غير يعني نباركوا لكم ونقول لكم رانا هنا معاكم. مي بصح لو بروبليم من نهار شقيتوا، من نهار رحتوا جبدتوا رواحتكم، اعطونا حنه يديكم. حنه يديكم هي تكسروا النضال وتكسروا كمال بوزكزا، تهضروا على الرجال اللي خير منكم، هذه يعني اوفيسيال.
رجال اللي خير منكم راكو بيان سور. واحد كي ما تلحقلوش سي نورمال، لا شاك فوا واحد اللي ما تلحقلوش واش دير؟ تكسر، تكسروا السيد، تكسروا بصح. حنا عندنا قاعده متماسكه اليوم الحمد لله، كمال وزكزارة في كما يقولوا راهي راح يستعفى، سي نورمال من حقه يستعفى، راه توجور واقف معنا، راه توجور يجي واقف على القضيه، ماهوش بعيد علينا، راه توجور معنا. بصح كاين بزاف اللي يقولوا بلي لو كان كمال بوزكزا اليوم يروح القضيه تروح ولا المنظمه الوطنيه تروح. لا لا يا اخي، غير عاود حسابك، باسكو المنظمه عندها رجال، عندها في 58 ولايه رجال، وين تروح كاين الرجال؟ المنظمه الوطنيه، المنظمه الوطنيه ما طيحش برجالها. اذروح نسينا الدولنا 10، يروحوا زوج يولوا 10، المنظمه توجور راهي متماسكه برجالها. اللي نحييهم هذا المنبر بلا ما نسيتي لي نو، بداها مخونا داود مويسلي مباركولو على الاخر المنصب تاعو جديد، كمال مسعود، خوتنا زهير شريفي، بلا ما نسميو الاخر بيسك بلاك نسمي اسماوات واحد بلاك ما نذكروش وهو يستاهل نذكروه. حنا كي نذكروا الاخر الرجال تاع المنظمه من كمال بوزكزا النطق الرسمي حتى المستبقي الاخر سون زيكسيبسيون، ناس كاع شاركت. حنا شاركنا بلي لايف، كل واحد واش باش يشارك، كاين اللي يشارك بالاخر بالمسيرات تاعو، كل واحد كيفاش راه يناظر. الحمد لله عندنا رجال اللي راهم يناظروا على القضيه هذه، والقضيه هذه ما تحبسش، القضيه هذه باذن الله حتى تدي الحقوق. فهذه النقطة بالنسبة للمنظمة ولا اللي راهم يتكلموا على المنظمة. وحاجة واحدة أخرى اللي نهضروا عليها، نتمناو إن شاء الله الخطوة السياسية هذه تاع رئيس الجمهورية اللي مباركولو على الأخر المبادرة هذه تاع الانتخابات المسبقة. حنا إن شاء الله نتمناو من رئيس الجمهورية ينصف هذه الفئة ويعطي حقوق لهذه الفئة اللي يوقفوا معاه قبل الانتخابات، والانتخابات إن شاء الله من قبل إن شاء الله كما يقولوا الحملة الانتخابية بإذن الله. إن شاء الله يا ربي يكون سوى الوضعية ويخرجنا كما يقولوا بقرار رئاسي، ويخرجنا كما يقولوا بقرار رسمي ونشوفه علنيا، بيسك دوك حتى لليوم ما شفنا حتى حاجة، ما شفناش بوادر التسوية. المراسم كاين، القوانين كاين، التطبيق ما كاش. هو هضرها هو حتى رئيس الجمهورية هضرها علنيا، قالك بلي الاخر واسمو الاوامر تاعو ماهيش تطبق. حنا مادا بينا يوقف على القضية هو بالذات، اعطانا وعد، اعطانا عهد تاع القضية تاعنا تتسوى. حنا رانا واقفين معاه في 2019، وباذن الله نوقفوا مع الجزائر، ما نقولوش على فلان ولا فلان، نوقفوا مع الجزائر اولتها، هي ما عندناش بلاد واحد اخرى، عندنا بلاد واحد اسمه الجزائر. نوقفوا على بلادنا مهما يكون الرئيس، مهما يكون الرئيس احنا اولتها الجزائر، ثم الرئيس كاين الشعب هو اللي ينتخب على الرئيس تاعو، احنا اولتها عندنا الجزائر، بلادنا ما نسمحوش فيه. هذه حاجه الاولى اللي نوقفوا عليها، ونتمناو ان شاء الله، نتمناو ان شاء الله من رئيس الجمهوريه نلحقوا الانشغالات على بالو بالقضيه تاعنا باذن الله. نتمناو يسويو لنا الوضعيه تاعنا قبل الانتخابات، قبل مام لا كومباني الكتورال ان شاء الله، نكونوا كل مستبقي ان شاء الله دحقوا، وكل واحد يناضل في البلاد هذه، كل واحد يعطي لا فوا تاعو في الانتخابات الجايين ان شاء الله. هذه نتمناو، ما راناش سياسيين، ما نعرفوش ميم با نهضروا سياسه، بصح حنا رانا نشدو رئاسه الجمهوريه باش يعطيونا الحقوق تاعنا، هذا ما كان نشدوهم باش يعطونا الحقوق تاعنا. وحنا نوقفوا مع الجزائر افون تو، لالجيري افون تو كما قالها محمد بوضياف الله يرحمه ويوسع عليه، لالجيري افون تو. ومن بعد جات الاخر القضيه تاعنا، قضيه مع رئاسة الجمهورية فلان ولا فلان، حنا عندنا القضية وهي التسوية، هذه هي. وحنا مادام عطينا العهد، عطينا اليد في رئيس الجمهورية تبون، نتمناو إن شاء الله هو اللي ينصف الفئة هذه
قبل الانتخابات تاع 7 سبتمبر ان شاء الله. قبل ان شاء الله حنا نتمنوا ان شاء الله يسويوا الوضعيه تاعنا قبل الانتخابات. هذه هي. المهم كاش واحد عنده كومونتير عنده عفسه نهضروا عليها ما كاش مشكل. الحاج مبارك مرحبا بك خويا الحاج، صحة فطورك وصحة رمضانك خويا، مرحبا بك. المهم خاوتنا حنا ما راناش فاشلين وما نفشلوش، اليوم غدوة المنظمة اونافو، ما حنا مارش اريار نحيناها، عندنا غير مارش افو رانا نمشو به. مرحبا بك فتح فتح. نناضلو حتى نجيبو الحقوق، حاجة تاع السياسة نخلوها للسياسيين. يوسف محوش مرحبا بك خويا يوسف، صحة فطورك. حاجة تاع السياسة نخلوها حنايا قلنا للسياسيين. حنا عندنا قضية يسموها التسوية، بإذن الله الرحمن تجي قبل الانتخابات، هذا واش نتمناو. نتمناو إن شاء الله يسويو الوضعية تاعنا قبل الانتخابات الرئاسية، هذا واش نشدو. فيما يخص لي راهم يخرجوا في مارس في فيفريي، فيفريي خوا راه خلاص كاش ما بان تسويه، ما كان والو فيفريي وخلاص نقرض. الابواق اللي كانت تقول مارس مارس تخلصوا درتو لافوار كاش ما كان والو، ما كان والو، رانا وني خلاص المارس راه يخلص، ايام 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 معدوده راه يخلص مارس. كاش ما دخلوا في الكونت تاعكم، كاش ما كاش مسبوكم، كاش ميساج، كاش ميساج خرج قال لكم بلي راح تتسبوا، ما كاش خرجتوا الوثيقه، كاش ما جبتوا ذوك بالوثيقه هذه، كاين اللي عنده 4 شهور ولا 3 شهور وين خرجها، كاش ما تسبوا، كاش ما راهو كاين فاو، كاش ما دخلوا لكم دراهمات في الكونت. والتسويه لو كان ما جيتوش تستغباو في روحتكم، التسويه تجيب الطريقه هذه، يكون بيان رسمي ويكون الميساج يتعلق في الاخر باش تروح تجي تروح والدوسي تاعك تروح تدي زوج تصور وشك، هذه هي التسويه تاعك باش يعطيك وثيقه. هو قال لك نعطيك وثيقه اللي يسموها عدم تقاضي مع عش عسكري، قال لك راح نعطيك هذه. واش مكتوب في الوثيقه؟ مكتوب بلي استخرجت طلبا من المعني بالامر، انت دومونتي تاع من حقك يعطيها لك وتفض وتحبس هنا. بصح الناس اللي داو مستضعفين داروا لاشين من 4 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه والبرد والشتاء يتجاروا مساكن باش يجيبوا الاخر الورقه هذه، وقالوا لكم في مارس خلصوا، خلصتوا في مارس، رانا 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 الابواب يخلص مارس ان شاء الله، ما كان والو. الوغ اليوم روحوا وقفوا لهم في ديارهم، وقفوا له، عطاك وعد، عطاك واحد. كاين واحد قال لهم لو 15، لو 15 اوفيسيال بلا ما نذكروا اسمه ما نجرحوش الناس، قال لهم لو 15، لو 15 مارس ما فيهاش لا ريبه فيها، لو 15 مارس لا ريبه فيها، روح شوف الكونت تاعك. جاب يا ربي اون اون ديباسي لو 15 دوك يا الخوار، رانا اون لايف، رانا اون لايف قدام 98 120 الف مستبقي. هيا ديروا لنا كومونتير قال رانا خلصنا وني لو 15، واحد اللي خلص ولا يتفضل يدير لنا كومونتير يقول انا راني خلصت، انا ديتهم راهم دخلوا لي 4 فرانكات في الكونت، رانا اون لايف، رانا اون لايف، انا نستناو فيكم كش واحد يدير ان كومونتير يقول بلي انا دخلت لي لابي هذه ولا لابريم هذه ولا واش كيفاش سماوها. هاي دوك لي رانا اون لايف، اللي يحب لي صح دخلت له الاخر بعد دور هذه تفضل. كاين لي بروماولهم قالوا لهم لو 15 رايحين تخلصوا، قالوا لهم لو 15 هضروا داروا لي لايف، داروا الاخر داروا ماناشير كتبوا بلي لو 15 رايحين يدخلوا، حنا اوني ديباسي لو 15. دوك لي دخلوا له 4 دور هذه يا خويا دير لنا كومونتير يقولوا نتوما كذابين ام دخلوا لي في الكونت، يتفضل انا حنا نتحداو دوكا الناس كاع اللي دخلت لهم 4 دور يديروا لنا كومونتير انا يقولنا بلي صح ام دخلت 4 دور هذه للكونت. حنا معليش مسامح كريم، تخرجت الوثيقه تاعك المستبقي غروك ولا درتها
منيتك ولا درتها هذا من حقك، احنا ما عرضنا حتى واحد، قلنا بلي الوثيقه هذه ما تخدمناش، ما رحناش خرجناها، قلنا ما تخدمناش، هذا ما كان، احنا ما حطينا حتى واحد ما حطينا الموس على الرقبه نقولوا له ما تخرج الوثيقه هذه، راكم حرين، كل واحد راه حر في نفسه، معليش. بصح اليوم يا المستبقي راك خرجت الوثيقه هذه، تسويت؟ ما تسويتش. ندى ما تسويتش، واش راك تستنى؟ انا نعطيك الحل، الحل هو نظم روحك، ولي الاخر النظام تاعك، ولي الرجال اللي واقفين على القضيه زيد وقف معاهم، كون حنا اللي خرجها الله يسالم، معليش ما كاينش مشكل، زيد وقف مع الرجال، نزيدو نناضلو، نزيدو نجيبو حقنا باذن الله. بسكن ما تسويتش، لو كنت تسويت معليش، نادم ما تسويتش، النضال نادم ما تسويتش، النضال راه متواصل، اما واصل النضال تاعك حتى تجيب حقك، النضال متواصل. المنظمة الوطنية عمرها ما قالت النضال خلاص، عمرها ما قالت لك خلاص تسويت، الثقة في الوثيقة، حنا نادم مازال ما شفناش الوثيقة، حنا نادم مازال ما شفناش الوثيقة الرسمية، حنا ما نقولوا والو، نهار نشوفوا الوثيقة هذاك النهار المنظمة تقول لك مبروك عليك، روح دراهمك ولا روح دفع الدوسي تاعك، نادم حنا الوثيقة ما كاش كمال، كمال مازال تحكوا على مازال تحكوا على الفارغ يا خويا، كمال كمال كمال، انا نعرفك ما والو، مازال ما نزيدش ندير الذنوب تاعك، روح خرج عليا، ما نزيدش نشوفك يا انا في اللايف تاعي، هذا واش نخسر عليك. الا كلامنا فارغ انت هدر الصح، كون راجل وجيب وهدر، دير لايف برك، كون راجل ورينا وجهك نشوفوه، ورينا وجهك نشوفوه برك كيف راك داير، هذا ما كان، ورينا وجهك ونظر كيما انت كيما الرجال، هذا واش حبيت نخسر عليك. المهم خوتنا الابواق هذونا ما نعطيهمش لامبورطونس، كومبارازار قريت الاخر تاعو، كومبارازار قريت الاخر كومونتير تاعو، سينو ما نرجعلوش من ميم با. المهم هذه هي، احنا النضال متواصل. عمر انصر لا ماشي نرد ولا غير جا كومونتير تاعو، برك خرج لي كومونتير تاعو، كومبارازار كومبارازار خرج لي كومونتير تاعو رجعت له، سينو انا ما بلوكيوك، شي واحد يبلوكيو خلاص، خليه يروح الله بوبال حاش السمعين وحاش يقدر. يوسف محوش خليك منه، والله ما عطيت له لامبورطونس، قلت لك جاز كوم كومبارازار جاز الاخر تاعو شتو. المهم خاوتنا النضال متواصل، النضال متواصل. سعيد حداد بارك الله فيك خويا سعيد حداد، مرحبا بك. النضال حنا متواصل، حنا كي اللي خرج الاخر الوثيقه، كي اللي ما خرجهاش، كي اللي ما مشى معانا، كي ما اللي ما مشاش معانا، اليوم القضية مازالها أي تتراوح، القضية مازالها في وسط الطريق، بوادر كاينين، القوانين كاينين، المراسم كاينين، حنا الانسداد هذايا، حنا نادام الانسداد كاين، حنا نديبوشو الانسداد هذايا، دوك حنايا النضال متواصل، هذا هو الاخر العبارة اللي مازال نهضرو عليها، اليوم كاين انسداد، حنايا ان شاء الله كاين منظمه وطنيه برجالها ناخذ قرار، القرار اللي يخدم الفئه والقرار اللي يخدم التسويه تاعنا، نواصلوا النضال، اللي خرج الوثيقه ولا ما خرجهاش هذا شي شغله، بصح نادام ما تسويتش مازال الور ما عليك غير تزيد تناضل مع خوتك، هذا واش قلنا، النضال متواصل، زيد تدخل معنا في النضال ونزيد نناضلوا حتى نجيبوا حقنا. المهم خاوتنا دوكا جبلار بكين كاين وقيله واحد اخرين راحين يديروا لايف اليوم مورايا باش نزيدو نخلو لهم بلاصه ان شاء الله ثاني يديروا لايف. دوكا السؤال كاين شي عبسه سوتو ولايه بومرداس اللي يشكروا كاع ولايه بومرداس بدهب برج منايل لي زيسير كاع البلديات اللي نقول لهم صحه فطوركم وبارك الله فيكم الخدمه اللي كنت تخدموها، سوتو برج منايل خويا زواوي عبد القادر اللي راه ينشط بارك الله فيه. المهم حنا رانا مع اتصالات كاع مع منسقين بلديات، ونتمنى كاع الولايات يقعدوا مع اتصال
الدائم مع البلديات تاعها باش نشوفوا ان شاء الله لما هو قادم، ونشوفوا ان شاء الله القضيه تاعنا ونضال متواصل والاستمراريه حتى نهار تسوى القضيه تاعنا. واللي حبينا نضل بالطريقه تاعو الله يسهل عليه، حنا نخدموا الرجال اللي يخدمونا، حنا نخدموا مع الرجال اللي يوقفوا على القضيه، حنا رانا رجال هنا واقفون مع الرجال، حنا الاشباه هذو غير يخرجوا علينا غير يروحونا علينا. حنا لو كان نوقفوا 10 رجال كما يقولوا في كلمه واحده خير من 1000 الاخر اللي راهم يكسروا اللي راهم يتهيطوا بوريا. هذه هي الور اليوم الحقنا وين نقولوا الزيل اللي غلط راه مسامح، لي جبد روحو اليوم مرحبا به، نعاودو نناضلو نعاودو النضال، ندم القضية ما كان والو، عاودو ادخلوا مع خوتكم النضال متواصل. هذه هي مسعود شبيلي، بيان سور الحمد لله، بيان سور الحمد لله، كاين رجال ما عرفناهمش كراس المنظمه، كاين رجال اللي عندنا 20 سنه 25 سنه ما شفناهمش كراس المنظمه عاودنا تلاقينا الحمد لله، وزدت تعرفنا على رجال من كما يقولوا من كنوز الدنيا. اسد الجبل بارك الله فيك خويا اسد الجبل، الناس عنابه مرحبا بكم، تحيه من عنابه الى الامام دائما بارك الله فيك. حكيم سباغ صباح البيوت تحيه خويا من تحيه منا ليك يا خويا من عنابه خويا. بيان سور عمر انصر نحن شرفاء وكرم، بيان سور نسامح الجميع، هذا مسامح كريم وبلا مزيتنا، بيسك النضال هذايا يجي بالاغلبيه جماعه تغني واحد واحد ما يغني جماعه، هذا هو حنا وحدنا ما نقدروا نديروا والو، بصح برجال القضيه تلحق الى اليوم الى ماشي اليوم غدوه باذن الله يا خويا. ان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله، حنا ما نتمنوا غير الفرح والفرج ان شاء الله على جميع الناس ان شاء الله، ان شاء الله كل واحد يدي حقه وكل واحد يا ربي يرزقه ان شاء الله. قول لهم صحيح فطوركم مستبقين، صحيح فطوركم مستبقين. محمد 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 مهني، محمد مهني واقيلا درت مقبل واقيلا محمد مهني هذا مسيله واقيلا راح يدير لايف مورايا خويا، لا راه دير لايف ما كاينش مشكل، دوك نزيدو شويه نحبسو ان شاء الله باش دير لايف تاعك ثاني تنورنا ثاني من جهتك انت. رجواني هشام على بالي خويا هشام بيان سور، اسد الجبال النضال بيان سور باتحاد ورا الصفوف، حنا رانا نعيطوا للاتحاد، حنا ما راناش نعيطوا للاخر الانشقاق ولا نعيطوا باش نقسموا الفئه، حنا عمرنا ما نقسمنا الفئه، حنا عمرنا ما عيطنا باش نقسموا الرجال، حنا نلموا الحمد لله لمينا من نهار بدات المنظمه، هذاك هو لم الشمل تاع المستبقين، هذاك هو هذاك النهار وين بدا لم الشمل، حنا لمينا الشمل تاعنا الحمد لله، الشمل تاعنا راه مكمول والحمد لله. هذه هي حنا ماشي نقعدوا حتى 2024 ونعيطوا نقولوا نديروا لم الشمل ولا نديروا جمعيه ولا نديروا منظمه ولا نديروا باش ننظروا، النضال خلاص جابوه رجال ومشاو جراو. اطلع معايا ومن بعد في لايف سعيد حداد شكون راح يطلع معاك يا خويا؟ المهم بارك الله فيك خويا نصر بوكرم، صبر يحيى بيان سور النضال متواصل، والله ما والله ما نركعوا باذن الله حتى ان شاء الله تجي تسويه. والله ما تحشم يا جمال شمون هذا، والله راه عيب عليك، راك كبير باش تلحقهم، روح الحقهم انت يا اخي بقوقو يا اخي، والله غير العظيم غير عيب عليك، والله غير عيب عليك باش دير دي كومونتير كيما هذا، والله غير عيب عليك،
ها هو الاخر الله غير عبالك. تحياتي من بني عمران، بارك الله فيك خويا بني عمران، مرحبا بك خويا نائب مجلس بلديه بني عمران. نشكرهم ثاني ونقول لهم صحاب طركم. علاش راك تطلع معانا يا جمال شمون هذا؟ علاش تطلع؟ شفت واحد مات ما انا بالي ما نردلوش، ما على بالي ما نردلوش الابواق، ما بصح نسمعوا بكلام خير باش يفهم روحو. علاش تطلع معانا وعلاش تشقي روحك تسمع واش انا نهضر؟ كون جيت راجل الله انا وكان انا واحد ما يعجبنيش والله ما نطلع ما نشوفه كاع. فريد علاش ان شاء الله الهدايه مليحه خويا عبد العالي. بالاخلاق نرتقي. ميرسي مون فرير، عيطت لي مقبلات جيتي اوكيبي على بها معايا ما رجعت لكش، ويسامحوني كاع على كل حال. هذا رمضان الناس تستعفى، الناس الاخر اللي غالب اللي ما رجعنالوش في التليفون. انا كي نصيبت واحد عيط لي ولا كي نكون له غالب لا غالب، ومن بعد نعاود نرجع له نعاود نعيط له، ما كاين حتى مشكل. خويا رجواني راه خلص عليها، والله راه خلص عليها. بلوكي وجدو واش الابواق هذو. المهم خوتنا باش نكملوا اللايف تاعنا اليوم اللي قلنا ان شاء الله يكون خفيف عليكم وخفاف عليكم ان شاء الله، بس كاين خوتنا اللي راحين يطلعوا دوكا ان شاء الله يزيدوا ينورونا ان شاء الله يا ربي. المهم خوتنا صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، ثاني راحين نختموا ان شاء الله بالكلام هذايا. المهم ان شاء الله ان شاء الله احنا النضال متواصل حتى ان شاء الله نجيبوا التسويه تاعنا برجال برجال ان شاء الله. المهم انا نزيد نقول كلمه برك على خونا كمال بوزكزا. كمال بوزكزا الحمد لله راه مازال واقف معنا، راه مازال واقف على القضيه تاعك يا اللي راك تتكلم على القضيه، مازال راجل عليكم ومازال واقف وما يخليش القضيه في النص. مازال هو اللي راه كاين بزاف اللي ما فهموش واش معناتها هذه، مازال هو اللي راه الناطق الرسمي للمنظمه الوطنيه. عندنا رئيس الجمعيه اللي نحييوه ونباركوا له كما قلت مقبلات هو داود مويسي على المهمه تاعو، وبصح الناطق الرسمي للمنظمه هو كمال بوزكزا اللي توجور اسا بلاص. رشيد بارا مرحبا بك خويا، صحة رمضانك وصحة فطورك. المهم خاوتنا باش ما نطولوش علينا عليكم، سمحونا برك الا غلطنا مع كاش واحد ولا زدنا كاش كلام ماشي مليح. المهم خاوتنا صحة رمضانكم صحة فطوركم وملاقاة الخير ان شاء الله. برجال برجال ان شاء الله التسوية تجي كل يوم كل يوم ولا غدوة باذن الله. ما ضاع حق وراءه طلب، حنا رانا نطالبوا حتى ان شاء الله نجيبوا التسوية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم الصحة وصحة سحوركم، واسمحوا لنا برك إلا غلطنا معكم، وبارك الله فيكم خوتنا.